أوروبا تدرس تعيين مبعوث خاص لسوريا برعاية إيطالية ونمساوية. إطلاق عملية بحث واسعة عن مشتبه فيه جريمة قتل مزدوجة. مباحثات أولى بين حزبي الشعب والاشتراكية الديمقراطية في فيينا. احتجاجات في إنسبروك لدعم تشكيل حكومة تضم حزب الحرية. إيلون ماسك يصف الرئيس النمساوي بالديكتاتور اليساري. النمسا تدعم انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن بالكامل. وأخيراً استقرار سوق العمل في النمسا رغم الركود الاقتصادي. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، حيث أبدت 8 دول أعضاء بما في ذلك النمسا وإيطاليا رغبتها في تخفيف الموقف الأوروبي تجاه نظام الأسد. وأكدت هذه الدول على ضرورة إعادة تقييم السياسات الحالية، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة لم تحقق نتائج ملموسة، وقد دعت إلى فتح قنوات الاتصال مع الحكومة السورية مع التأكيد على عدم تطبيع العلاقات بشكل كامل. وتتزامن هذه التحولات مع محاولات بعض الدول العربية إعادة العلاقات مع دمشق، رغم التزام معظم الدول الأعضاء بموقفها الرافض للتطبيع بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. أعلنت الشرطة النمساوية عن بدء عملية بحث مكثفة عن مشتبه به متهم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في ألتنفيلدن بالنمسا العليا. وأسفر الحادث عن مقتل عمدة كيرك باغ أوبد دوناو فرانس هوفا من حزب الشعب، وشخص آخر لم يكشف عن هويته. يعتقد أن الشخص مسلح وخطير للغاية، وقد شهد يقود سيارة فضية من طراز فولكس فاجن كادي. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة ناتجة عن خلافات حول حقوق الصيد. وقد أعرب حاكم النمسا العليا توماس تيلسا عن صدمته العميقة، وقد تم تعليق الأنشطة العامة في المنطقة كإجراء احترازي. شهدت فيينا أولى جولات المباحثات بين حزبي الشعب ÖVP والاشتراكية الديمقراطية SPÖ لاستكشاف إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات. واستمر اللقاء لأكثر من 4 ساعات في قصر بالاس إيبشتاين، حيث أكدت إيفا ماريا هولسلايتنا من فريق المفاوضات أن اللقاء يعد أول محاولة لخلق قاعدة ثقة. ووصف المستشار كارل نيهاما الاجتماع بأنه مهني، محذرا من أن الطريق نحو تشكيل الحكومة سيكون طويلا. بينما أشار أندراس بابلا إلى الأجواء الإيجابية، مشددا على ضرورة تغيير النهج السابق في الإدارة. وأظهر استطلاع أن الأغلبية مؤيدون لائتلاف ÖVP وSPÖ ونيوس في الحكومة المقبلة. تظاهر نحو 400 شخص يوم الأحد في مدينة إنسبروك لدعم تشكيل حكومة تضم حزب الحرية، وذلك بعد إلغاء مظاهرة في فيينا في 9 نوفمبر تحت عنوان استعدوا. وجاء التجمع تحت عنوان من أجل الحفاظ على الديمقراطية، ورفع المتظاهرون أعلام تيرول ولافتات تحمل عبارات مثل تيرول تنهض ولا لهذا التلاعب السياسي. وجاءت هذه التظاهرة بعد تكليف الرئيس الاتحادي ألكسندر فان دي بيلن كارل نيهاما بتشكيل الحكومة بدلا من هابت كيكل بعد فشله في العثور على شريك حكومي. انتقد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك الرئيس النمساوي ألكسندر فان دي بيلن، مشيرا إلى أنه خالف التقاليد الديمقراطية بتجاهله حزب الحرية رغم فوزه، واصفا ذلك بنفاق اليسار الدكتاتوري. وكتب هيربرت كيكل زعيم حزب الحرية: إيلون ماسك يعلق على حقيقة أن الرئيس النمساوي خالف التقاليد الديمقراطية وتجاهل نتيجة الانتخابات حسب وصفه. وقد رد ماسك على تغريدة من صحفي سويدي أشار فيها إلى أن الرئيس النمساوي خالف التقاليد بعدم تكليف حزب الحرية بتشكيل الحكومة. وكتب ماسك معلقا: نفاق اليسار الدكتاتوري الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية بينما يعارضها فعليا.
عبر ماغنوس برونا المفوض النمساوي المستقبلي للاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء والهجرة عن دعمه لقبول بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن بالكامل، مؤكدا أن البلدين استوفيا جميع الشروط اللازمة. وطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإلغاء الضوابط الحدودية المتبقية المفروضة عليهما. وفي سياق ما تصيبه الجديد، أشار برونا إلى أن أولوياته ستتركز على تنفيذ اتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة بحلول عام 2026 بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية. ورحبت أحزاب نمساوية بالتحول في موقف الحكومة داعية إلى سرعة التنفيذ لإدخال بلغاريا ورومانيا إلى شنغن. أظهرت بيانات منصة ستيبستون استقرار عدد الوظائف الشاغرة رغم دخول الاقتصاد النمساوي في حالة ركود، حيث بلغ عددها حوالي 128 ألف وظيفة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة ب 135 ألف وظيفة خلال نفس الفترة من العام السابق. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2019. وأكد نيكولاي دوهاما من ستيبستون أن السوق لا زال ثابتاً مع توقعات بتحسن طفيف العام المقبل. ومن ناحية أخرى، أظهرت دراسة لشركة EY استغلال الذكاء الاصطناعي في العمل بنسبة 75% مع تركيز الشركات على تحسين الثقافة المؤسسية لجذب المواهب. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هاتفكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.